يعني ما نكون نحن قاسيين على المنتخبات العربيه بس في يعني نحن. في بقول في الكوريين لا نحن يعني انا عم بحكي عن حالي لانه انا في عندي نوع من موافقه فيهم بهالموضوع صراحه. نحن في كذا مباراه ما بنلعب وما بنخلي الفرق الثانيه تلعب، يعني في امور بكره القدم لازم نحن نبتعد عنها، لازم يكون فعلا يعني وقت بتقعد انت حارس مرمى لبنان كان ممتاز في المباراه وصد وكان يمكن هذا الحارس الثالث وكان احسن لاعب، بس كل كره يصدها يقعد في الارض يوقف دقيقتين، يعني انا كمتفرج ما بحب هذا الشيء. برجع حكيت لك اياها تحت الهواء انه فعلا المنتخبات الاسيويه استاذ حمد ما وصلت لهالمستوى تخليك تستمتع بكره القدم او تخليك لك انا فعلا بدي اروح على كاس العالم. برجع موضوع اربع مع النوات لا والله مع النوات سريع خلص. طيب احمد سعيد افرض المشاهدات صراحه تطور الفريق الفيتناني سوري يعني اخذت المعلومه لاحظناه صراحه بشكل مميز، وانا حتى يمكن الشيء الطريف ابو مبارك كنا نتابع مباراه المنتخب الفيتنامي الاخيره فشد انتباهي يعني طريقه اللعب والتميز، قلت يا اخي المفروض صراحه احنا حتى نستدعي من فيتنام محترفين يشاركون في دورينا. صراحه المنتخب هذا يمكن نتائجه ما تدل على وضعه ولكن المنتخب فيه تطور. تبديل بيليه دقيقة 91، مدربين اثنين واقفين، مارش مدرب والمترجم اي والمترجم مارش المهام اللي بيعطونا في الدقيقة 21 وشو صناعة 91 وشو صناعة الفارق اللي بيسويها بيليه. ابرز مشاهدات بشير من الجولة الأولى والثانية. أنا أتكلم عن الكور العرضية بخصوص ضد المنتخب، فأتمنى أن المدرب والأول لعيبة يستفيدون من الأخطاء، بالذات لو نلاحظ المباراة الأخيرة كانت عندنا مشاكل كثير في الوقفة الكور العرضية، فهذه من أهم الكور اللي لازم نعالجها في المرحلة القادمة إن شاء الله. دفاعيا وبنلعب مع من؟ بنلعب مع إيران يعتمدون على الكرة اللي هذه كرتهم. طيب أروح إلى زملائي الموجودين عبر تقنية الاتصال المرئي، دكتور موفق عبد الوهاب من العراق، أبرز مشهد في الجولة الثانية. الحقيقة اللاعب العراقي أثبت بالدليل القاطع أنه لاعب فقير احترافيا ولا يمتلك ثقافة التعامل مع المباريات ومع المحيط، أي الإعلام، الجمهور، الضغوط. هذه المباراة حقيقة كشفت الحقائق أمام الشارع الرياضي بشكل كبير جدا، لذلك أقول اللاعب العراقي جزء لا يتجزأ من اللاعب العربي. طيب. اللاعب العربي بالعموم فقير احترافيا. طيب طالب البلوشي من مسقط، أهم المشاهدات وأهم مشاهد. يمكن أهم مشاهد يمكن هي في المجموعة الأولى مو في مجموعة منتخبنا، تصريح بن مارفيك عندما دائما غير راضي عن الأداء، غير راضي عن أرضية المباراة، وهذا ما أدلى به مدرب المنتخب السوري عندما قال أنه اشتكى من أرضية المباراة، وأرضية المباراة هي من خدمت المنتخب الإماراتي. علينا أن نعمل جيدا من أجل ولا نخلق الأعذار من أجل أن نتأهل. جميل، وأختم مع زميل سليمان الجابري، تفضل. أنا حامد مو قاعد أشوف تلفزيون، لكن من وجهة نظري بالنسبة للمنتخب السعودي طبعا تسجيل الكابتن صالح الشهري هدف في المباراة الثانية، مساهمته في حصد ثلاث نقاط مهمة للمنتخب أمر أعتقد إيجابي. الأمر الآخر حقيقة الواقعية والمنطقية العالية بالنسبة للسيد هيفي ريناد، قراءته للمنتخب العماني قبل المباراة وتنفيذه للخطة داخل المباراة حقيقة حصد نقاط مهمة، هذه من وجهة نظري بالنسبة للمنتخب السعودي أبرز المشاهدات. نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية.